بخصوص قاعة القيادة والتنسيق لأمن صخيرة تمارة، كتعمل بالموازاة مع الوحدة المتنقلة لشرطة نجدة اللي كتعمل في الشارع العام. كنتلقاو المكالمات هاتفية عبر الخط 19 اللي كياخذوها مشرفين على الخط 19، كيعطيوها المشرف على الجهاز الراديو اللي كيبعث البرقية مباشرة الوحدة المتنقلة لشرطة نجدة اللي فيها دراجيين وفيها نجادات. هذا حسب الاستراتيجية ديال المديرية العامة للأمن الوطني. هاد الدراجين والنجادات في الشارع العام كيتلقاو البرقية من عند المشرف على الجهاز الراديو اللي كيبعث الدراجي، أقرب دراجي ولا أقرب نجدة لمكان تدخل. هاد الشيء كله من أجل الوصول في أقرب وقت، في وقت وجيز لعند التدخل لتقريب الخدمة ديال الأمن الوطني من المواطنين. هي بخصوص هاد اليوم اللي هو يوم استثنائي اللي فيه السنة الميلاد، احتفال بالسنة الميلادية، كاينة ترتيبات خاصة اللي اتخذت تحت الإشراف ديال السادة الرؤساء، اللي منهم السيد رئيس، تحت إشراف السيد رئيس المنطقة الإقليمية، كذلك السيد رئيس الهيئة الحضرية، كذلك السادة رؤساء الدوائر. كنستشروا معهم في جميع التدخلات اللي كتستعصي علينا. كنستشروا مع السيد رئيس المنطقة والسيد رئيس الشرطة القضائية، السيد رئيس الهيئة الحضرية اللي كيقوموا اللي كيوجهونا، اللي كنوجهوا حنا الأجهزة اللي كتعمل بالشارع العام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.